السلام عليكم. اليوم نحن في حرفة من الحرف القديمة اللي هي كيف يستخرجون الحبل أو كيف يوجدون الحبل. قديماً ما كان مغطى الحبل في كل الأماكن، والناس ما عندها أساس أنها كل حاجة تأخذها من السوق، فتحاول أنها تتعب تجهد، يعني يمكن طول الليل ما ينامون، يقعدون على أساس يخلص الحبل أو يجهز الحبل. مثل هذا الحبال، من هذه الحبال، هاي الحبال الكمبار. الكمبار من وين يبونها؟ يبونها من النخل، يبونها عبارة عن ليف. هتعطني اسمه عبارة عن ليف، هذا ليف النخل، هذا هو. يبونه من النخل، بعدين يميلونه، بعدين يفركونه ويكسرونه، وبعدين يتوجه للحرفة اللي هم يبونها، سواء يربطوه به أو يحطون خراب للمحمل أو يحطون أي حاجة، حتى الحابول منه، حتى الدلو اللي هو الرشاء منه، وللغوص زيبن، خراب، إيداء، كله منه. هذا الحبل الكمبار نحن الحين شغال، يعني من الأساس. هذا الأساس عند ناصر، عند أبو سالم. الدرجة الثانية تكون عند أبو علي. الدرجة الثالثة عندي أنا، والبعد المرحلة اللي عقبها. يلا ابدأوا، بسم الله.